سنبدأ ندخل إلى الجمعة العظيمة، وتبدأ الجمعة العظيمة بصلاة الرب في بستان جسيماني. أسميه بستان جسيماني أم أسميه جنة عدن الجديدة؟ أو أسميه صراع مع الشيطان؟ كل هذه أسماء واحدة. لقد انتهت قصة آدم وحواء بصراع في البستان، كانت نهايته أن سقط آدم الأول، لذلك جاء آدم الثاني. يبدأ القصة من حيث انتهى آدم الأول. انتهت قصة آدم الأول في بستان، ولذلك بدأ آدم الثاني صراعه مع الشيطان في البستان أيضا. في بستان جسيماني وفي ساعة حددها ربنا يسوع المسيح نفسه، وفي تؤدة صار ربنا إلى المكان المعروف من يهوذا، المكان الذي كانوا يجتمعون فيه دائما اللي هو بستان جسيماني، حيث هذا البستان بستان أحد تلاميذ ربنا يسوع المسيح. لما قلت تلاميذ يعني مسيحيين مش يعني من الاثناشر. أحد تلاميذ ربنا يسوع المسيح الأغنياء أو الأثرياء الذين كانوا يحبون الرب ويستقبلونه في البستان كثيرا، ولذلك كان الرب يأخذ تلاميذه كثيرا لكي يعيشوا فترة تأمل هو وتلاميذه الاثني عشر. ومن هنا كان يهوذا واحد من الذين يذهبون إلى البستان من فترة إلى أخرى. كان يعرف أن ربنا في المواقف المؤلمة يذهب إلى البستان لكي يختلي. في صفحة 244 قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه، ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جسيماني، فقال للتلاميذ اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. وفي ضوء القمر كان الزمن ليلة الفصح، وليلة الفصح دائما يكون القمر بدرا وفي صمت غير معتاد. كان الرب يسوع مثقلا بالحزن بالألم ليلة آلامه. تقدم كآدم الثاني حاملا، أدي لماذا الحزن؟ لماذا الحزن؟ هل هو خائف من الصليب أو متألم لأنه ماض إلى الصليب؟ لا، ما إيه سبب الحزن؟ تقدم كآدم الثاني
حاملا خطايا العالم كله على منكبيه، ولذلك أحصي مع الأسمى، والذي لم يعرف خطية صار خطية من أجلنا. كانت الخطية والشر الذي يحمله المسيح كاف أن يحمي ظهره من الحزن والألم، كاف لأن يضعه في موقف ما، في موقف أنه على وشك الموت قبل أن يميتوه من أجل الحزن والآلام العميقة التي دخلها. كان ربنا يسوع المسيح يحمل على منكبيه العصيان، فكان في موقف الذي يعصى الله، ولذلك كان الحزن أكبر مما يصور. كان حزنا روحيا، والحزن الروحي أكثر من آلام الجسد. الآلام الروحية أعمق بكثير من آلام الجسد ومن آلام النفس. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، انكثوا هاهنا واسهروا معي. كان وجه الرب في هذه المرة ولأول مرة وقد فقد لمعانه وفقد جماله، والذي قيل عنه أنه أبرع جمالا من كل بني البشر. بدأ ربنا يسوع المسيح في هذه اللحظات وقد حمل العصيان على رأسه وحمل الإثم والخطية، بدأ يقال عنه: لا صورة له ولا جمال فنشتهي. لأول مرة يرى رب المجد وجهه كئيبا مكتئبا حزينا حزنا عميقا. وهكذا نسأل: هذه يا رب صورة خطيتي تحملها على وجهك؟ أم هي صورة يهوذا الخائن؟ وأنت تشعر أن الخيانة ملأت الناس من حولك، أهذه هي صورة ماري بطرس في إنكاره وقد أثرت على وجهك؟ أم هي صورة التلاميذ كلهم الذين سيتركونك وحدك ويهربون تاركين بعد قليل؟ أم هي صورة البشرية كلها التي أنا واحد منها، التي قيل عنها: تركوني وحدي ومن البشر لم يكن معي أحد؟ لعل هذه الصورة صورة الإنكار، صورة الترك، صورة الخيانة في كل من حوله هي التي جعلت صورته بهذه الطريقة كئيبا مكتئبا
مملوءا حزنا عميقا. فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، انقذوا ها هنا واسهروا معي. وحتى هؤلاء الذين قال لهم رب المجد امكثوا معي لم يمكثوا معه، بل تركوه وناموا. وعاتبهم رب المجد قائلا: أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ تركوه كلهم ولام. أفي هذا الوقت تتنصر البشرية كلها منك وتتركك لوحدك وأنت يا رب في كل هذا الحزن الشديد؟ أعرفتم يا إخوتي لماذا كان رب المجد مملوءا حزنا وكآبة، وحزنه عميق لهذه الدرجة؟ إن الصليب كان يعرفه منذ الأزل، ولهذه الساعة قد أتى. إن الصليب ليس مخيفاً لرب المجد، لكنه اختاره بحبه واختاره بإرادته، ولكن الحزن الذي ملأه من بشرية قد تركته وحده حينما أراد أن يفديها. لذلك بدأ رب المجد يصلي. لاحظوا أن المسيح الآن كما قلنا حمل خطايا البشرية، وضع في موقف العصيان. حتى الآب الذي مرة قال: تتركوني وحدي ولست وحدي لأن الآب معي، حتى الآب الآن تركه للحزن. نعم، لم يتركه ترك الانفصال الكوني، يعني مش الكيان انفصل عن الكيان، مش الابن انفصل عن الآب، ولكن الآب تركه للحزن، تركه للألم، تركه للفداء. بل لم يتركه فقط، بل غضب عليه. واحتمل رب المجد غضب الآب عليه نيابة عنا. أرأيتم ما هي الحالة التي فيها يقف رب المجد في بستان جسيماني لكي يصلي؟ صدقوني يا إخوتي، إن جسيماني كانت أصعب على نفسية رب المجد من الصليب نفسه. لا تظنوا أن المسيح بدأت آلامه على خشبة الصليب، بل في جسيماني كانت الآلام النفسية والروحية والغضب الإلهي واحتمال الإثم والخطية. وتصوروا حينما يحمل قدوس القديسين نجاسات كل البشرية منذ آدم وإلى يوم الأبدية. واخدين بالكم؟ يعني هو هنا يحمل إيه؟ خطايا البشرية كلها
منذ بدايتها، يعني منذ آدم إلى نهاية البشرية إلى آخر إنسان، سيحمل المسيح خطاياه على خشبة الصليب. لسه هذا الإنسان لم يخلق، ولكنه ربما يخلق في يوم القيامة وقبل لحظة القيامة بثانية واحدة. كل هذه الآلام كانت على ربنا يسوع المسيح، لذلك كان يخشى أن يموت المسيح له المجد قبل الصليب من الحزن قبل أن يرتفع على خشبة الصليب. من أجل هذا التعبير اللي أنا بقوله لكم ده، إن كان يخشى أن المسيح له المجد يموت من الحزن والكآبة قبل أن يرتفع على خشبة الصليب، من أجل هذا قال الكتاب المقدس تعبيرا غريبا أو عجيبا: أتى ملاك لكي يقويه. ده فين؟ في بستان سيناء. ليه يا رب يأتي الملاك لكي يقويك؟ لكي لا يموت المسيح قبل أن يرتفع على خشبة الصليب. صحيح كلمة أتى ملاك لكي يقوي دي ليها أكثر من معنى، لكن إحدى المعاني هي هذه. نفسي حزينة جدا حتى الموت، أنكسوا هاهنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. وفي إنجيل القديس مرقس: ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن، وقال: يا من يعرفي أنا؟ يا أبا الآب، يا أبا الآب. أبا دي باللغة عارفين كلمة آفا، لما نقول عن الأساقفة وعن البابا الأنبى فلان، وبيقول آبا مثلا آبا مكاريوس آبا أنطونيوس آبا. آبا دي السبيلنج بتاعها ايه؟ ألفا بيتا بيتا ألفا أبا. وأبا دي معناها بالبلدي كده يابا، يابا يعني يا أب يا أبانا، يا أب يا أبانا الآب، يا أبا الآب. كل شيء مستطاع لك، فأجس عني هذه هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. وانفصل عنهم في إنجيل لوقا، وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجزى على ركبتيه وصلى قائلا: يا أبتا، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتك بل لا إرادتي بل إرادتك. إن هذه الصلاة تظهر لنا كيف أن السيد المسيح له المجد كانت آلامه آلام حقيقية، كانت آلامه آلام حقيقية، لأنه من أعماقه
نصلي أن تجوز هذه الكأس، إن الإنسانية يمكنها أن ترفض الألم العميق جدا، ودي حقيقة. وعلشان كده نفهم جيدا أن الألام ألام حقيقية، لأن أحيانا الإنسان يفكر ويقول يا ما إيه معنى إن المسيح تألم، ويعني مدى الإله، والإله يقدر على كل حاجة. لا، إن الآلام كانت آلاما جسدية على الجسد، وآلاما نفسية على النفس، وآلاما روحية على الروح. والجسد جسد حقيقي يتألم آلام حقيقية، والنفس تتألم آلام حقيقية، والروح تتألم آلام حقيقية. بل إن اللاهوت يجعل الآلام أعمق وأصعب. لو أنا عايز أشرح الحتة دي هشرحها ببساطة كالآتي. تخيل كده إن واحد رئيس جمهورية، واحد راح ضربه ألم، هو نفس رئيس الجمهورية ده لما كان مش رئيس جمهورية، لما كان شاب صغير، الألم ده ما كانش يؤلمه قوي، لكن لما بقي رئيس جمهورية الألم ده يزيد قدره، يزيد آلامه، تزيد آلامه النفسية. الإنسان العادي لما ياخد الألم، خاصة لو كان مش معروف، يعني تخيل كده واحد مش معروف وراحوا ضربوه ألم في الشارع وهو محدش عارفه هو مين، ما يتألمش قوي. لكن لو هو معروف إن هو من هو وخد الألم، يزداد الألم ألما. علشان كده إن كون هذا كون المسيح له المجد هو الإله المتأنس ويأخذ هذه الآلام، إنما الآلام تزداد ألما، يعني فوق الآلام النفسية. إن اتحاد اللاهوت بالناسوت لا يجعل الآلام أقل، بل يجعل الآلام أصعب. فحينما يصلي قائلا أن يعبر عنه هذه الكأس، إنما يحدد أن الآلام آلام حقيقية. ثم يقول: ولكن لا تكن إرادتك بل لا تكن إرادتي بل إرادتك. وده معناه إن صحيح في إرادتين، صحيح في مشيئتين، ولكن المشيئتين قد اتحدتا. إن في مشيئة خضعت لمشيئة، إن المشيئة الإنسانية قد خضعت إراديا للمشيئة الإلهية، وقال: لا تكن مشيئتي بل مشيئتك. فخضوع المشيئة أو اتحاد المشيئة الإنسانية وخضوعها للمشيئة الإلهية تجعلهما مشيئة واحدة. لذلك نحن نقول عن المسيح أنه مشيئة واحدة من مشيئتين. زي برضو ما لما نيجي نقول طبيعة واحدة من طبيعتين. أوليكم يعني إيه؟ تخيلوا معايا كده إن ناس بيتقدموا للاستشهاد، الناس اللي بيتقدموا للاستشهاد دول مجموعة مختلفة روحانية. فمجموعة دول تخيلوا معايا إن هما واقفين كده في صف وقالوا لهم إننا إحنا هنتبعكم. في واحد لأنه
لانه روحانياته جاهزه، روحانياته قديمه وعميقه، وكل حاجه فكر فيها من زمان. الاجابه عنده موجوده في الثانيه الاولى، اللي هي ايه؟ ان ارمن، اهلا بالاستشهاد. فاهلا بالاستشهاد دي يقولها في الثانيه الاولى. وفي واحد روحانياته عميقه لكن ما فكرش في الاستشهاد قبل كده، او روحانياته اقل سنه، فبيعمل ايه؟ ففي الاول بيفكر استشهد لما استشهدش، فين الصح فين الغلط، هل ربنا يستاهل ان استشهد من اجله، وفي النهايه يستشهد ايضا. ففي تردد لمده، واحد يتردد لمده دقيقه، واحد يتردد لمده نص دقيقه، واحد يتردد لمده خمس دقائق، ولكن في النهايه كلهم ايه؟ يستشهدون. لما يكون واحد مستعد منذ البداية مش هيمر بهذا التردد. علشان كده اتحاد المشيئتين، خدت بالك من الانسان اللي بيتردد استشهد ولا ما استشهدش، ده في ايه؟ مشيئتين، والمشيئتين بيعملوا ايه؟ بيحصل لهم تنازعات ثم يتفقوا على مشيئة واحدة، ومشيئة واحدة ومشيئة منهم تخضع للتانية، مش كده؟ لكن الإنسان القوي مشيئته متحدة منذ اللحظة الأولى، فما بال المسيح له المجد لم تمر عليه لحظة التردد، ولكن نظرياً أراد أن يعلم الناس، أن يعلم البشرية أن هناك مشيئتين متحدتين بمشيئة واحدة. لماذا يا رب أظهرت في إنجيلك هاتين المشيئتين المتحدتين إلى مشيئة واحدة؟ ما ظهرش ليه منذ البداية مشيئة واحدة وخلاص؟ لماذا؟ علشان تفهموا ان التأنس بتاعي تأنس حقيقي، وهذا التأنس الحقيقي في داخله صراع مشيئتين وتسليم مشيئة لمشيئة. ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم جاء إلى التلاميذ ووجدهم نياما، فقال لبطرس أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اشمعنى يا رب بتكلم بطرس؟ ما كلهم ناموا، اصله ده اللي تسرع في الاول وقال له ايه؟ ان لا، جايز بقى التلاميذ، لكن انا مش ممكن ان انا انكرك، انا معاك الى الموت. طيب ما انا الان في الحزن، لماذا تركتني؟ لقد قلت لكم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ علشان كده عاتب ماري بطرس الرسول، أهكذا ما قدرتم أن تسهروا؟ شوف، ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس، لما قال لبطرس ما رضيش يوبخه لوحده، صحيح كلم بطرس لكن قال الكلمة جماعية علشان مش عايز يخجله زيادة،
وعلشان كده قال أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. يعني مش بس أنا عايزكم تسهروا معايا، لا، أنتم محتاجين لهذا السهر من أجلكم. أنتم ستدخلون إلى آلام وإلى متاعب وإلى تجارب شديدة. حينما كنت معكم كنت أحفظكم، ولكن حينما أترككم ينبغي أن تستعدوا للقتال مع الشيطان. علشان كده اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. والعجيب أن ربنا في حساسية كاملة بسرعة قال لهم أنا عارف أنكم أنتوا كويسين، بس أنا عازلكم. علشان كده قال لهم إيه؟ أما الروح فنشيط، أما الجسد فضعيف. يعني أنا عارف أن أرواحكم كويسة بس جسدكم ضعيف وعايز ينام. وهكذا قدم المسيح عذرا لتلاميذه. العجيب أن التلاميذ كانوا يتركون المسيح في أصعب الأوقات، وكان هو يعزيهم في الوقت الذي كان ينبغي أن يأخذ منهم عاطفة وحبا واندماجا معه في آلامه. في إنجيل لوقا وظهر له ملاك من السماء يقويه. في الحقيقة حكاية ظهر ملاك يقويه من الممكن أن يكون معناها إنه يقويه بمعنى شوف مش يمنع عنه الكأس، مش يحمل عنه الكأس، مش ممكن، لكن يقويه لكي يشرب الكأس. فيعني يقويه لكي يشرب الكأس؟ هل إرسالية الملاك من الآب للمسيح في حد ذاتها نوع من القوة والتقوية؟ لأني زي ما قلت لكم إن آلام المسيح العميقة كانت إيه؟ كانت إن هو حامل الخطية، كانت إن هو حامل الغضب الإلهي، كانت إن هو حامل إن الآب قد تركه للألم، فالآب يرسل له ملاكا، يعني نوع من أنواع التعزية. مش المشكلة في الملاك أضعف من أن يقوي المسيح، ولكن كلمة إرسالية الملاك من الآب معناها أن الآب الغاضب عليك بيقول لك إن أنا عارف أنك أنت تحمل خطايا البشرية لا خطاياك، فده نوع من التقوية. وبرضه واحد من القديسين قال إن كلمة هذه يقويه معناها أن هؤلاء الملائكة أتوا لكي ما يقولوا له لك القوة لك المجد. وهكذا حينما يسبحونه لك القوة لك المجد، بهذا المسيح لهم قال معنى كلمة يقويه. ما قلتش أبدا أنا إن الملاك يخفف آلام المسيح. أنا قلت كلمة الملاك به يخفف آلام المسيح؟ قلت الملاك بيوصل إن الآب الغاضب عليك المنفصل عنك أرسلني إليك. الآب من غير ما يتكلم ولا كلمة، الآب الغاضب عليك،
طبعا انتوا فاهمين يعني ايه الاب غاضب على الابن. غاضب ليه؟ الاب الغاضب عليك، الاب المنفصل عنك. طبعا مش انفصال كوني لكن انفصال جرادي. ارسلني اليك، وهذا الملاك جاء من الاب يقول له: لك القوه، لك المجد، لك السلطان. لغايه كده لا، مش حكايه تشجيع. يطلع ايه الملاك؟ يعني الملاك ده بالنسبه لنا احنا، لكن الملاك بالنسبه للمسيح يطلع ايه؟ لكن الفكره انه توصيله الاب. الملاك في حد ذاته والكلام اللي هيقوله مش هو الموضوع، لكن الموضوع غضب الاب. الموضوع غضب الآب على الخطية التي يحملها المسيح. المسيح وضع في حالة، يعني شوف بالضبط كده، المسيح وضع تحت الغضب الإلهي. شايف المنظر؟ تحت الغضب الإلهي. والغضب، ما هو كلمة العدل دي تشمل فيما تشمل الغضب الإلهي، الانتقام الإلهي من البشرية، من البشرية، مش كده؟ ما احنا أصلا عايزين نحط الكلمات بدون خوف، نحط الكلمات بدقة. في غضب إلهي على البشرية. مين حمله؟ المسيح. هي مش تمثيلية، هي حقيقة. يوجد غضب إلهي. المسيح موضوع في شكل العصيان ضد الله. مين يحتمل؟ أنت شخصيا. نحن نعصى ربنا، لكننا ما نستحملش اننا نحس ان احنا في عصيان ضد ربنا. ما نستحملهاش الكلمة دي، مع اننا نعصاه كل يوم، لكن ما نستحملش اننا نقف في موقف ان انا بعصاك يا رب. ما نستحملهاش. فما بال قدوس القديسين لما يبقى في حالة العصيان ضد الله. طب وإيه قدر العصيان؟ قدر العصيان هات خطايا البشرية منذ آدم وإلى يوم القيامة. إن صليب المسيح ليس موضوعا بسيطا. إن ما حمله المسيح على كاهله ليس موضوعا بسيطا. موضوع لم تأملته البشرية وفهمته جيدا، لعاشت في بكاء إلى أبد الآباد حينما نتصور ماذا فعلنا بالمسيح؟ ماذا فعلنا بقدوس القديسين؟ ده احنا مشكلتنا اننا مش فاهمين. وبيننا وبينكم نشكر الله ان احنا مش فاهمين، لاننا لو كنا فاهمين كنا هنعيش في حزن عميق الى الابد. ما هو داود النبي لما فهم، شوف حصل له ايه لما فهم قليلا. خد بالك ان داود النبي في العهد القديم وفاهم برضو حاجات لسه ما تفهمتش، حاجات الاباء الرسل اللي عاشوا نفس الاحداث فهموها بالتدريج. والحقيقة ان ربنا طبعا بيخلينا نفهم بالتدريج علشان كده، علشان لئلا
نموت من الحزن. هو انتوا كلمة ان الانسان يموت من الحزن دي حاجة موجودة، يعني مفروض ان لو واحد طبيب يعني فاهم جيدا يقدر يشرحها بطريقة علمية ان ازاي ان الحزن بيفرز افرازات، هذه الافرازات توصل الى الموت. واذ كان في جهاد كان يصلي، ده في لوقا 22 عدد 44. واذ كان في جهاد صفحه 245 كان يصلي باشد لجاجه وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. العرق لما يبقى لونه أحمر نتيجة انفجارات في الأوردة الصغيرة في الشعيرات الدموية، أيوة الصغيرة وكده، حتى يصل الى ان العرق يبقى لونه احمر او لونه زي لون الدم. وطبعا دي كلها انفجارات الشعيرات الدمويه دي برضو حاله من الحزن والكآبه الشديده. ثم قام من الصلاه وجاء الى تلاميذه فوجدهم بيعمل من الحزن. يعني أنا مش قادر أتصور إن المسيح يصحيهم ويقول لهم وبعد كده يسيبهم ويلقاهم نايمين ويرجع تاني ويلقاهم نايمين. فمضى أيضا ثانية في مكة 42 عدد 42. فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. تسليم. لكن خد بالك صلى نفس الصلاة. ثم جاء فوجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه. فهمتوا لما البروتستانت يقولوا لنا انتوا مالكم عمالين الصلاه بتاعكم ده شويه روتين بتعملوه؟ انتوا بتصلوا بالادويه بالاجبيه والاجبيه دي صلوات هي عمالين تقولوها النهارده وتقولوها بكره وتقولوها بعده وتقولوها بعده. المسيح الإله صلى نفس الصلاة. إن تكرار الصلاة بنفس الطريقة هو وصية إلهية علمنا المسيح بحياته أن نصلي نفس الصلاة، وعلمنا المسيح بكلامه أما أنتم متى صليتم فقولوا أبانا الذي. متى صليتم يعني إيه؟ يعني في كل وقت تصلوا قولوا أبانا الذي في السماوات. إن تكرار الصلوات ليس شيء ابتدعته الكنيسة الأرثوذكسية، ولكن هذا هو تعليم المسيح أن نصلي هذه الصلوات الأكثر عمقا من أي صلوات يقولها البشر. بالمناسبة دي أنا عايز أقول لكم حاجة. عارفين الصوت بتاعي ليه تردد
والأذن بتاعتنا كلنا يعني تسمع الأصوات بتردد. أصواتنا مختلفة في ترددها، وآذاننا تسمع أصواتاً مختلفة في ترددها، ولكنها في رينج معين من تردد كذا لتردد كذا. حينما يكون الصوت أوطى من هذا التردد ما نسمعهوش، وحينما يكون الصوت أعلى من هذا التردد ما نسمعهوش، مش كده؟ والصوت والصوت المثالي الذي أسمعه أنا، المثالي هو اللي تردده تردد صوتي أنا أو تردد أذني أنا، لأني أنا متبرمج على تردد معين. وعلشان كده طبعا بسمع كتير، بسمع أقل وبسمع أعلى، لكن في صوت مناسب جدا. تعالوا بنا نفهم الصلوات المأخوذة من الكتاب المقدس، زي صلوات المزامير. هذه هي كلمات الله، ترددها تردد صوت الله، ترددها تردد أذن الله. علشان كده دي أنسب صلاة يسمعها ربنا. قل أنت ما شئت من كلمات يعجب بها البشر، ولكن كلماتك ليست كلمات الله، وصلاتك التي تنشئها بكلامك، اللي هم يقولوا ايه، صلاة من القلب. مين قال ان دي اسمها من القلب؟ دي اسمها من الذهن، ما اسمهاش من القلب. لكن من القلب انا اوري لك يعني من القلب. انا من الممكن ان انا اقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك من قلبي، وممكن اقولها اي كلام، يعني ممكن اقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وانسى كثرت نعمتك تمحو السنة تغسلني، ممكن. وممكن اقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك مثل كثرة رأفتك امحو اسمي. ثم جاء فوجدهم ايضا نياما اذ كانت اعينهم ثقيلة، فتركهم ومضى وسلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم ناموا الآن واستريحوا، هوذا الساعة قد اقتربت. عجيب ربنا على فكرة، يقول لهم ناموا الآن واستريحوا وخلاص القيامة قامت. يعني يهوذا جه وهيمسك المسيح على طول. شوف مار يوحنا الحبيب التلميذ الذي كان يسوع يحبه، هو رجل اللاهوت، انجيله لاهوتي، هو رجل سفر الرؤيا اللاهوتي، هو الرجل الذي ضد الغراطقة اللي بيقول لا تسلموا عليهم لأن من يسلم ولا تقبلوهم في البيت لأن من يسلم عليهم يشترك في أعمالهم الرديئة والخبيثة. هو ده يوحنا مين؟ الحبيب بتاع الحب الذي يتكئ على صدر المسيح. حد فهم الربطة الغير منطقية من حيث منطق البشر، لكن منطقية من حيث المسيح. لاحظوا أن المسيح المحب المملوء حبا، لاحظوا أن المسيح الذي قال للمرأة أما بالك أحد، اذهبي بسلام وأنا أيضا لا أدينك، هو الذي قال إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم،
هو الذي لما تركوه ومضوا قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسد لنأكل؟ قال لهم ألعلكم أنتم تريدون أن تمضوا؟ هذا المسيح السائر اللي مستعد أن يضحي بكل من آمن به في سبيل عقيدة، هو ده اللي قلبه يذوب حبا في امرأة أمسكت في ذات الفعل. أما دانك أحد اذهبي بسلام وأنا أيضا لا أدينك. أتمناكم أن تربطوا بين القلب الذي يذوب حبا، هو نفسه القلب الذي ينشطر من أجل العقيدة والإيمان، هو نفسه القلب الذي يفهم الله بعمق. نعود إلى موضوعنا. ناموا الآن واستريحوا، يسوع نام. ناموا الآن واستريحوا، هوذا الساعة قد اقتربت، وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة. قوموا ننطلق، هوذا الذي يسلمني قد اقترب. إيه يا رب لما هوذا الذي يسلمك قد اقترب؟ طب عايزين؟ يقول لا، ما استناهوش ان هو اللي يجيلي لئلا يفتكر ان هو اللي مسكني. لا، انا اللي اروح، انا قايس بالضبط عدد الخطوات، قايس ان هو جاي وانا اروح ونتقابل بره بستان جسيماني بالضبط، عندي بوابات بستان جسيماني بالضبط. احنا جوه لألا يقعد يدور في البستان وفين لغاية ما يلقانا ويعمل روحه ان لقينا. لا، ويعمل روحه قال للناس دول اللي هو ارشدهم ان هو بسببه عرفوا يجمعوني. لا، انا اللي رايح اسلم ذاتي بذاتي من اجل هذه الساعة. انا قد اتيت. علشان كده قال لهم قوموا ننطلق، هوذا الذي يسلمني قد اقترب. صفحة 237. طبعا دول جايين علشان يقبضوا على السيد المسيح. في الوقت الذي كان التلاميذ ينامون، في الوقت الذي كان الشيطان وجنوده عاملين ايه؟ يقظين. يعني للأسف في الوقت اللي أولاد ربنا نايمين، في الوقت ده أبناء الشيطان يعملوا نهارا وليلا، شغالين 24 ساعة للقبض على المسيح. علشان كده الحقيقة حاجة عجيبة، يعني التلاميذ لم يسهروا، وقيل عن المتآمرين اللي هم رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين كانوا سهرانين الليل كله علشان يأخذوا قرارات القبض على السيد المسيح. المسيح كان يصلي الليل كله، والملائكة كانت تكسو حوله، يعني هو صاحي وهم صاحيين، والملاك جاء يقويه. أما البشر
اللي من أجلهم سيصلب كانوا فين؟ كانوا دائما. فقال له يسوع صاحب: يا صاحب لماذا جئت؟ طبعا هم جم إلى بداية، طبعا المسيح خرج من بستان جسيماني، وعند بوابة بستان جسيماني لقي يهوذا يقود مجموعة من الكتبة والفريسيين والكهنة ورؤساء الكهنة للقبض على ايه؟ للقبض على السيد المسيح، واخد معاه جنود الهيكل وهكذا، وعلشان يقبضوا على المسيح. حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه، وإذا واحد من الذين مع يسوع يده مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. القصة دي موجودة في الأربع أناجيل، اللي هي إن لما راحوا علشان يمسكوا المسيح راح واحد من تلاميذه عمل إيه؟ قطع الأذن. كلمة واحد من تلاميذه إنجيل القديس يوحنا بس اللي كتب اسمه. الأناجيل اتكتبت، الأناجيل التلاتة اتكتبوا، كان القديس يوحنا لسه، القديس بطرس الرسول لسه عايش. فلو قالوا إن بطرس هو اللي قطع أذن ملخص، يطلع واحد من يا ملخص يا يطلع ولده ينتقم من مين؟ من بطرس الرسول. لكن إنجيل القديس يوحنا، القديس يوحنا ده كان اتكتب سنة 100 ميلادية، بطرس الرسول حصل له ايه؟ استشهد وانتهى. فلما يقولوا انه اللي قطع اذنه كان هو بطرس الرسول، يعمل ايه ملخص ولا ولده؟ ما يعرفش ينتقم. علشان كده التلات اناجيل انتبهوا ان ما يكتبوش اسم اللي قطع اذن ملخص. ليه؟ لان كانت الدنيا عتمة، كان صمام، وكانوا الناس جايبين ايه؟ جايبين مسكين بتاع ده مشاعر وكده، فما كانش كل الناس شايفة بعض. فالتلاميذ طبعا في هوجة معينة مالي بطرس الرسول راح خابط السيف شال اذن ملخص، الاذن اللي هي اليمين ولا الشمال؟ الاذن اليمنى. فعلشان كده مين اللي كتب الاذن اليمنى؟ قديس لوقا واليوحنا. مين اللي هيكتب اسم ان بطرس الرسول هو اللي قتل، هو اللي عمل كده؟ لابد ان يكون القديس يوحنا فقط اللي كتب علشان ما يعرضهمش للخطر. حينئذ تقدموا ألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه، وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. المسيح له المجد راح مريم وقال إيه؟ دعوا هذا، يعني هتقولولي الأخ ده اللي قطعت ودنه ووضع اليد الأذن فإيه؟ كان من الممكن، كان المفروض إن هما لما يشوفوا كده يحصل تغير. الناس اللي جايين يقبضوا على المسيح شافوا الحب ده كله، هو خلاص واحد أذنه ضاعت زي بعض، لكن شافوا المسيح المحب بهذا الشكل، شافوا القوة الإلهية بهذا الشكل. طب اللي يقدر يحط الأذن تتلزق
ما يقدرش يوقعكم تموتوا، ما يقدرش، ما تقدروش تمسكوه. لكن للأسف الإنسان مش بيفكر. الإنسان لو فكر جيدا كان عرف يمشي صح. كانت هذه المعجزة كافية أن تجعل الناس اللي جايين يقبضوا على المسيح يبطلوا قبض على المسيح ويتراجعوا. نعم. الناس عشان القبض عشان الفداء. القبض علشان الفداء. آه طبعاً لا يعني ده من جهاتنا. آه يعني المسيح يريد هذا. طيب. هل يوجد غضب من الآب على الابن؟ هو يوجد غضب من الآب على البشرية بالقصين التي ينوب عنها الابن. يوجد غضب من الآب على البشرية بالقصين التي أتى الابن الآن لكي يحمل هذا الغضب عن البشرية، لأنه وضع في شكل العصيان ضد الآب. طبعا شايف الجملة اللي انت قلتها، وضع في شكل العصيان. طبعا وضع في شكل العصيان. مش دي الآية اللي بتقول الذي لم يعرف خطية صار ايه؟ خطية من أجلنا. هو نفس الكلام، لكن الآب يعلم أن القدوس اللي هو المسيح يعني يحملها نيابة عن البشرية. ومن؟ ما مش بيمثل. طيب مش أنت واخد، مش أنت هتحمل، مش أنت هتحمل الغضب الإلهي نيابة عن البشرية؟ خدها، خد هذا الغضب الإلهي. مش هتحمل الموت؟ موت. ولا يقول انا هاخد، انا هموت بدل البشريه. يروح الاب يقول لا 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 لا، بدل انت هتموت خلاص سيبنا العداله وسيبنا كل حاجه وخلاص بطلنا. لا، ان العدل الالهي عدل الهي حقيقي. اجره الخطيه هي موت، يعني اجره الخطيه هي موت. الخطيه تستغلب غضب الله، يعني تستغلب غضب الله. غضب الله لابد ان يسقط على البشريه، على الانسانيه. اه مين يمثل البشريه؟ المسيح. خلاص تنزل عليه الغضب الالهي وينزل عليه الموت. لكن الاب اه السيد المسيح ليس مشترك في الخطية. لا، يعني ليس مشترك في الخطية. المسيح هو الخطية، هو حامل الخطية. الذي لم يعرف خطية، هذه اللي انت الكلمة اللي انت عايز تقولها، ماله صار خطية. مش كده؟ والرب قد وضع عليه، يعني هو حمل آثامنا. فبالأولى أن الآب يشفق عليه ولا يغضب على الابن. لا أخويا الغالي، أنت يعني إيه؟ أنت عندك يعني ذهنك ده في الحب والرحمة والصفح والغفران، وهذه نصف الحقيقة. المسيحية تسأل ربنا عنده الرحمة؟ آه. عنده العدل؟ أيوة. إن هي أكتر من إن هي؟ فين الأكتر؟ الرحمة أكتر ولا العدل أكتر؟ لو كان الرحمة أكتر كان خلاص يبقى العدل ناقص.
يبقى عدل الله ناقص. يبقى الله ناقص في عدله. تبقى كارثة. ده مش وصف ربنا. نحن نتكلم عن الصفات بتاعت ربنا بنسميها، حد يعرف يقول الصفات؟ الصفات عندنا احنا اسمها صفات، يعني انا وانت نتصف بالمحبة، نتصف بالعدل، نتصف بالرحمة، نتصف بكذا، نتصف بكذا. الله ما يتقالش ان عنده صفات، عنده بدل كلمة صفات كمالات. بدل كلمة صفات ايه؟ كمالات. يعني ايه كمالات؟ يعني الصفة الكاملة. يعني انا وانت عندنا محبة، لكن الله عنده المحبة الكاملة او كمال المحبة. ده الفرق بيننا وبين ربنا. احنا عندنا محبة لكن ربنا ما عندوش محبة، لا عنده المحبة الكاملة. ربنا عنده عدل، لا ربنا عنده العدل الكامل. علشان كده لما نقول ان محبة الله او رحمة الله الكاملة، يعني الكاملة يعني اللانهائية، تساوي عدل اللانهائي. فلا تستطيع محبة الله ان تلغي عدل الله. ليه؟ لان دي لا نهائية ودي لا نهائية. ولا يستطيع عدل الله ان يلغي رحمة الله. وعلشان كده الحقيقة ان ما معنى الصليب؟ الصليب هو الذي التقى فيه الايه؟ الحب الكامل مع الايه؟ مع العدل الكامل. نقدر نقول يا بنا ان حكمة ربنا هي اللي وفقت بين العدل والرحمة؟ نقدر نقول ان التوفيق بين الحب والعدل هو ده الحكمة. هو حكمة الله. علشان كده قلنا عن المسيح حكمة الله. ليه؟ ليه سمي المسيح حكمة الله؟ لأنه فيه التقى كمال الحب مع كمال العدل. السيد المسيح له صورة فيها يشير بإصبعين، يعني دي استخدمها الإخوة البابويين أو الرومانيين، استخدموها على إنها رمز للطبيعتين والمشيئتين. في فرق بين إن يتحرك الأصابع زي ما هي، يعني الرسام بيعمل حياة في الله، لكن المهم إن يبقى في إصبع واحد اللي فوق. إيه تاني؟ كيف يكون عصيان والمشيئة الإلهية هي نفس المشيئة الإنسانية؟ لا، المشيئة الإلهية، المشيئة الإلهية أخضعت المشيئة الإنسانية وبقيوا واتحدت بها وبقيوا مشيئة واحدة. إنما المسيح حمل، مش المسيح بيعصى، المسيح أطاع حتى الموت، موت الصليب، لكن هو حامل عصيان البشرية. المسيح حمل عصيان البشرية وأطاع حتى الموت، موت الصليب. مش المسيح عنده عصيان؟ إذ واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه، فقطع أذن اليمنى، وكان اسم العبد ملخص. فقال يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الغمد، الكأس الذي أعطاني الآب إلا أن أشربها.
فقال يسوع دعوا إلي هذا ولمس أذنه وأبرأه. ليه القديس بطرس كان معاه سيف؟ هو الحقيقة كلمة كان معاه سيف لما بنرجع لها باللغة اليونانية ما بيبقاش كلمة سيف بالمعنى اللي السيف اللي هو اللي انتم فاكرينه، لا، هي الكلمة اليونانية المكتوبة في الإنجيل معناها سكين، ودي كانوا بيستخدموها لما علشان يمشوا في الصحراء، لما يمشوا في الصحراء بيحصل ايه؟ بيحصل انهم يقابلوا حيوانات وحاجات زي كده، فمن الممكن ان هما يدافعوا عن انفسهم بهذا الاسلوب، علشان كده كان في فكرة ان يحملوا سيوف بهذه الطريقة. المسيح له المجد قال لما قالوا له هنا سيفان، قال لهم ايه؟ كفى. طبعا انا قلت لكم المرة اللي فاتت كفى دي انهب ايه؟ بحسن. يعني لان طبعا السيفان يعملوا ايه في الجيش الروماني، او يعملوا ايه مع الرومان، يعملوا ايه حتى مع الشعب اليهودي الغاضب، هو احنا هنحارب ده كله بسيفان؟ طبعا مش معقول، ولكن هنا سيفان مش دي كلمة خاطئة، وعلشان كده المسيح قال لهم كده.